شغل جاي لكم يعني الاقتراح ديالكم، الاقتراح ديال المستقبل ديال اللعب، ونكون ان شاء الله الاقتراحات ديالكم غيكونوا في المستوى ديال الاقتراح. وشكرا لما عطيت كلمة لهذا الأساتذة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدي الرئيس، السيد مدير المصالح، السادة أعضاء لجنة التكافؤ في فرص، ومقاومة نجيب بالصعوبة كوني معكم في هذا الاجتماع الذي سيخصص كما ورد على لسان السيد الرئيس لإعداد برنامج عمل الجماعة. كما تعلمون هذا البرنامج يكون منهجيا لحماية مصر، وحددها كذلك وحد واحد الجيد درتو وزارة اللي حدد فيها المنهجية بتفاصيلها وبمضمونها. غنذكرها بعجالة باش نربحو الوقت. أولا التشخيص، والتشخيص فيه جزئين، كاين التشخيص الوصفي اللي تضمن التشخيص الوصفي كنجمعو المعطيات حول جميع القطاعات، القطاع الاجتماعية، القطاع الاقتصادية، الثقافية إلى آخره. وهذا التشخيص الوصفي كيكون نوع ديال قاعدة اللي كنعتمدوها باش نديرو هذا التشخيص التصرفي الاقتصادي، يعني غنبدا يكون مدرب اجتماعي. بعد التشخيص التشاركي اللي كتعطى فيه خدمة لجميع مكونات المجتمع بين أعضاء ديال المجلس بطبيعة الحال، الهيئات الاستشارية، مصالح الخارجية، المجتمع المدني وغيرها من الفاعلين، سواء من فاعلين في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي. من بعد هذا التشخيص هذا كتجي مرحلة أخرى هي استنادا إلى هذه الاستنتاجات اللي غتكون من خلال الاجتماعات اللي غيتم من خلالها إبراز من كامل القوة، نقاط الضعف والمخاطر والمؤهلات ديال الجماعة انطلاقا من هذا الشيء. هذا غادي نطلعوا واحد التصور أو استراتيجية للتنمية. أنا من استراتيجية رانا نحدثوا المحاور الأساسية اللي هي التنمية. المحاور هي على شكل أهداف، وهاد الأهداف عندها مميزات كلها، ما خصش يكون هدف غير كم عندهم مميزات اللي كيسميهم بالفرنسية سمارت، سمارت بالإنجليزية هي ذكي، ولكن سمارت هي أولا اس سبيسيفيك، يعني يكون خصوصي خاص بواحد القطاع باش يحل واحد المشكل معين. ميزورابل سمارت، ميزورابل يعني قابل للقياس، يعني كيما نحسبوه مثلا بغينا نديرو البلاصه، البلاصه هذو خصنا نعرفو التقييم ديالها، نعرفو هذا ونعرفو من بعد شنا هو التأثير ديالها. كان عندنا نسبة التدرس كذا مثلا 90%، خصنا من بعد بعد نجزو الصورة نشوفو شحال النسبة المئوية واش تطورت. هذه هي ميزورابل، يعني قابلة للقياس. سمارت باقي أ بمعنى أنه سمارت بالإنجليزية ديالنا هو أتينيا بمعنى قابل للتحقيق، قابل للتحقيق يعني من خلال يعني المواصفات ديالو يمكننا نجزو، ماشي نجيو نقولو هو أخيرا تي تومبوريل معناه محدد في الزمان والمكان، محدد في الزمان بالخصوص خصو يكون